السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. النهارده هنتكلم عن تريتمنت بويزن بيشنت باي انتيدوتس اند سبورت ميشرز، وانتم خدتوا اللايند اللي قبليهم في محاضره سابقه. معاكم دكتوره ايمان عبد الله الخشن، استاذ كلينيكال توكسيكولوجي. باي ذا اند اوف ذيس ليكتشر وي ويل بي ايبل تو ديفاين ذا انتيدوت، كلاسيفاي تايبس اوف انتيدوتس، clarify the mechanism of action and rules of administration of different types of antidotes, and clarify the different types of supportive measures. أول حاجة هنتكلم عنها الانتيدوتس. What is the meaning of antidote? These are substances that can counteract the poison or its harmful effects. Classification of antidotes according to the mode of action. في عندنا تلات أنواع: physical, chemical and physiological pharmacological types. Physical and chemical antidotes are locally acting at the site of absorption, while physiological pharmacological types are systemic action. What is the meaning of physical antidote? This is an agent used to interfere with the poison through physical properties and don't change its nature. هنذكر بعض الأمثلة عليها، اللي هو الأدزوربنج أنتيدوت. المثال المعروف ليه هو الأكتيفيتد شاركول. الأكتيفيتد شاركول بيعمل إيه؟ بيتراب البويزن تو بي بيتراب ذا بويزن تو اتس سيرفيس، وبالتالي بياخده اكسكريتد ان ستولز، لكن ما بيغيرش في النيتشر بتاعت البويزن ولا النيتشر بتاعت الأكتيفيتد شاركول بتتغير. مثال تاني زي الملك كديمالسنت في حالات الكروسف اللي هي المواد الكاوية، to coat and protect the mucosa of the stomach and GIT عموما. يعني هو أي ميكوزا بيعدي عليها بيعمل لها coating and protection عشان تمنع البنتريشن من الكروسف دي، انها تحصل بنتريشن وتؤدي لي الى perforation للجلط. طيب الكيميكال، طيب هنتكلم بقى عن الكيميكال انتيدوت. اول واحد فيهم اللي هو نيوتراليزيشن. يعني ايه كيميكال انتيدوت؟ يعني ان الدراج اللي انا بديه بيحصل بينه وبين البويزن كيميكال رياكشن، وبينتج عنه ماده ثالثه. يعني اذا انا دخلت مادتين وطلع ماده ثالثه مختلفه عن المادتين التانيين. المثال عندنا هنا اللي هو في حالات البوتاس اللي هو سترونج الكالي، بندي ويك اسيد زي الخل، وده بيديني نتيجة المعادلة الكيميائية دي بينتج حاجتين: مادة تالتة نون بويزنس ونون كوزيف افكت، وفي نفس الوقت كمان بتدي اكسسيف هيت. الاكسسيف هيت دي بتزود الكوزيف اكشن وبتزود الثيرمال رياكشن في الجسم، وبالتالي بتبقى لها سايد افكت كتير. عشان كده احنا دلوقتي ما بنديش توتاليزيشن، لكن بنعمل دايلوشن من الميلك والووتر في حالات الكوزيف بويزنس. مثال كمان اللي هو البوتاسيوم برمجانيت، بنديه في حالات الوايت فوسفوس عشان يحول يعمل اوكسيديشن للوايت فوسفوس لفوسفيت. الفوسفيت ده نون بويزنس اند نوت افكتيف. طبعا الوايت فوسفوس ده هو جاز وهايلي توكسيك. نيجي على الفيسيولوجيكال او فارماكولوجيكال انتيدوتس. ذي اكت باي بروديوسينج اوبوزيت effect to that of the poison. في منها ال chemical inactivators، وفي منها ال antagonists، سواء كانت pharmacological antagonists أو competitive antagonists. ال chemical inactivators اللي هي المفروض إنها بندي دواء أو antidote للعيان يحول المادة ال poisonous ل non poisonous and less toxic substance. هندي مثال ليها هو cyanide. نبص على الدياجرام ده. في حالات الساينايد بويزنينج عايز احول ماده الساينايد لماده انارت او ليس توكسيك اند ايزلي اكسكريت، بدي العيان دواء اسمه صوديوم سايسولفيت. الصوديوم سايسولفيت بيتحد مع الساينايد، بيمسك في الساينايد، وفي وجود الرودانيز انزيم بيحصل كيميكال انتراكشن بينهم وبيكون ماده اسمها سايوسيانيد. اذا التوكسيك ساينايد اتحول لنون توكسيك سايوسيانيد ايزلي اكسكريتد في اليورين. مثال تاني
احنا عندنا في انزيم في جسم في الليفر اسمه الكهول دياجينيز انزيم. الالكهول دياجينيز ده الانزيم المسؤول عن الميتابوليزم بتاع الالكهول. طبعا الالكهول انواع، في حالات الايثانول مثلا الميتابوليزم باي الكهول دياجينيز بيتحول لاسيتالدهايد وبعد كده الاسيتيت وبيبقى نون توكسيك. الاسيتالدهايد له توكسيك افكت بس شورت لايفد في البودي، فكل التوكسيستي عندنا في الايثانول بتحصل من الايثانول اتسلف. في حالات الميثانول التوكسيستي المين توكسيستي في الميثانول بتبقى في الفورميك اسيد النوت ذا ميثانول. الميثانول نفسه توكسيك بس التوكسيستي بتاعته مايلدر ذان ذا فورميك اسيد. الفورميك اسيد ده هايلي توكسيك، بيعمل سيفير اسيدوزس، بيعمل ريتينال دامج. فبالتالي احنا دلوقتي هدفنا في علاج حالات الميثانول ان احنا نوقف الميتابوليزم بتاع الميثانول. لحسن الحظ ان الالكهول دياجينيز له هاير افينيتي للايثانول عن الميثانول، فلو انا الدم بتاعي فيه او الكبد داخله ميثانول وايثانول الالكهول دياجينيز هيفضل مين؟ الايثانول. فبالتالي في حالات الميثانول بويزنينج بدي العيان ايثانول كانتيدوت للميثانول علشان يشغل الكهول دياجينيز عن الميتابوليزم اوف ميثانول. يا رب تكون وصلت. هندخل بقى في الانتاجونست. احنا قلنا في فارماكولوجيكال انتاجونست اللي هي ايه؟ عباره عن فارماكولوجيكال انتاجونست اللي هي بتانتاجونايز الفارماكولوجيكال اكشن، يعني ما نوت سبيسيفيك للبويزن نفسه. اي بويزن هيعمل لي كونفالجنز هنديله انتي كونفالجنز، اي بويزن هيعمل لي سيفير هايبوتنجن هنديله وازوبريسس. يبقى الفارماكولوجيكال انتاجونست بتعالج الاكشن ان نوت ذا بويزن اتسلف. النوع الثاني اللي هي كومبيتيتيف انتاجونست، في منها انتاجونست كومبيتس وذ ذا بويزن فور ذا ريسبتور زي نالوكزون فور اوبيويدز، وفي انتاجونست كومبيتس وذ ذا ريسبتور فور ذا بويزن زي الكيليتنج ايجنتس فور هيفي ميتال. مثال النالوكزون مع الاوبيويدز، الدياجرام ده فيه الريسبتور اللي هو باللون الازرق والاوبيويدز باللون الاحمر والنالوكزون باللون الاخضر. في الحالات العاديه لما شخص بياخد اوبيويد ده له سبيسيفيك ريسبتور بيمسك فيه وبيديني الاكشن بتاع الاوبيويد. لما بيوصل للتوكسيك افكت فانا محتاجه ان انا امنع اكشن بين الاوبيويد والريسبتور بتاعه، فبدي نالوكزون بيطرد الاوبيويد من الريسبتور بتاعه بيمسك مكانه وبيمنع الاكشن بتاع الاوبيويد. النالوكزون نفسه ملوش اي اكشن انرت، وبالتالي كل وظيفته ان هو بيقفل الريسبتور قصاد الاوبيويد. المثال الثاني اللي هو الانتيدوتس الكليتنج ايجنتس، انا عندي البويزن اللي هو الكليتنج اللي هو الهيفي ميتال بيمسك في ريسبتورز كتير في الجسم سواء كانت بروتينز او هرمونز او انزيمز، بس شرط ان الريسبتور ده بيكون الاستراكشر بتاعه مناسب ان البويزن يمسك فيه. الانتيدوت هنا او الكليتنج ايجنت الاستراكشر بتاعه بيشبه الاستراكشر بتاعه البودي ريسبتور، فبالتالي بيقدر ياخد البروتين الميتال من الريسبتور ده وبيسيب الريسبتور فري عشان يمنع التوكسيستي بتاعه الهيفي ميتال. هنتكلم بشويه تفصيل عن الكليتنج ايجنتس، ودي اورجانيك كومباوندز كيبابل اوف لينكينج توجذر تو ذا ميتال ايون تو فورم كومبلكس رينج لايك ستراكشر كولد كيليتس، وده الرسمه التوضيحيه بتاعتها. الايديال كيليتنج ايجنت المفروض ان يكون سولوبل ان ووتر، يحصل له يبقى قادر على البنتريشن للميتال ستورج، المفروض انه يكون مع الهيفي ميتال كيليت which is non toxic، المفروض ان هو ما بيجيش ناحية الميتالز الموجودة في جسمنا طبيعية اللي بنستفيد منها زي الكالسيوم والزنك، يكون اورالي اكتف وبيشتغل يكون اكتف في البي اتش بتاعت البودي فلويدز. اول ثلاث امثلة اللي هما البال والبنسلامين والدمسة، التلاتة بيشتغلوا بنفس الميكانيزم
فيهم اس اتش جروبس البال قدام ساق 2 اس اتش جروبس والبنسلامين 1 اس اتش جروب، فبيشبه الاستراكشر اللي موجوده في الجسم اللي بيمسك فيها الكليتنج ايجنت، فبيقدر ياخد الكليت ياخد الميتال من ريسبتور او من البروتين اللي في الجسم ويمسك هو فيه يكون الكليت. البال اسمه داي ميركابتو بروبانول 2 اند 3 داي ميركابتو بروبانول، لازم نحفظ الاسم العلمي. بريتش انتي لوسايد لان هم طلعوه اثناء الحرب العالميه الثانيه عشان يعالج حالات التوكسيستي بالازين جاز، وده كان هو جاز في الوقت ده، اسمه داي ميركابتو بروبانول. بيستخدم ديب انترماسلر انجكشن لان هو موجود على اويل بيز، فبالتالي عشان ميكونش ديب ابسس. طبعا احنا بنديه لمدة الاول يومين كل 4 ساعات لـ6 ساعات، وبعد كده بنديه كل 12 ساعة لمدة 7 ايام. البنسلامين ده هيدروليك ديجريديشن برودكت اوف بنسلين، بيستخدم اورال كل 12 ساعة in a dose of 50 mg per kg per dose. الساكسيمير اللي هو الدمسة، والدمسة دي اختصار 2 and 3 دايمر كابتو ساكسينيك اسيد، وطبعا ده الاسم العلمي لازم نحفظه. وبيستخدم في الليد والارزنك والميركري، بيستخدم اورالي in a dose of 10 mg per kilogram every 8 hours for 5 days then every 12 hours for another 14 days، يعني بيستخدم لمدة 19 يوم. طبعا الدمسة بالنسبة للتو انتيدوتس التانيين اللي هما البال والبنسلامين بيفضل عنهم. ليه؟ لانه له ادفانتجز كتيرة عن التو دراجز التانيين، يعني لو هو موجود في وجودهم لا بنفضله هو. طبعا هو اورالي اكتف، طب ما البنسلامين اورالي اكتف بس البنسلامين له سايد افكتس كتير، انما ده السايد افكتس بتاعته اقل. ريلاتيفلي سيلكتيف يعني ما بيجيش ناحيه الكالسيوم والمغنيزيوم والايون وباقي الهيفي ميتالز الموجوده في جسمنا. ممكن ادي معاه ايون سبلمنتيشن وانا بديه للحالات بتاعه التوكسيستي، ودي طبعا عكس البال. البال لما بدي بال ما بقدرش ادي ايون سبلمنتيشن للعيانين دول، لانه البال مع الايون بيدي توكسيك افكت. ما بيزودش كمان الابسوربشن اوف ليد فروم ذا جي اي تي برغم ان هو بيستخدم اورالي، يبقى له ادفانتج كتير بتخليه بنفضله عن باقي الدراجز اللي لها نفس الميكانيزم اوف اكشن. هنيجي لنوع اخر من الكليتنج ايجنتس له سبيسيفيك ميكانيزم اوف اكشن اللي هو الايسيلين ديامين تترا اسيتيك اسيد، اختصاره الايديتا بس نحفظ الاسم العلمي. هو بيعتمد، هو طبعا بيستخدم في علاج الليد بس. الليد احنا عارفين ان هو ليد كالسيوم سيكر، بيدور على الاماكن اللي فيها كالسيوم وبيقعد فيها زي البون بيفيسز اوف بون. فاحنا بندي الديتوكسامين ده اللي هو الايديتا في كالسيوم في الاستراكشر بتاعه، فبالتالي بيعمل ايه بقى؟ الايديتا بيسيب الابيفيسز بتاع البون وبيمسك في الكالسيوم اللي موجود في الايديتا، فبالتالي الليد زي ما انتم شايفين النقط الحمراء دي كلها كالسيوم مولكيولز بيمسك فيها الليد، فبالتالي بنلاقي الكليت اتكون حوالين الليد وكون الايه الكليت. الكليت ده ايزلي اكسكريتد ان يورين. الروت بتاعه هو بيستخدم باي انترافينوس انجكشن، لكن لما بنديله برابد انترافينوس انجكشن بيعمل لي هايبوتنشن وهايبوكالسيميا، فطبعا يفضل ان هو يستخدم بالانترافينوس انفيوجن، بنحطه على صلاية 250 ل 500 مللي وبنديه بالانترافينوس انفيوجن لمدة 5 ايام كل 12 ساعة، وبندي ريست يومين، وبعد كده بنقيس الليد ليفل في اليورين، لو لقيناه لسه عالي بنرجع ندي الكورس تاني لمدة 5 ايام. نوع اخر من الكليتنج ايجنتس اللي هو الديفيروكسامين او ديسفيرال، وده سبيسيفيك للايون، ده ايزوليتد من الستريبتوكوكس بيلوزس بكتيريا، وهو بيشتغل بيعتمد على انه ليه جريت افينيتي للفيريك ايون اللي موجود في الفيريتين والهيموسيدرين، وبالتالي
بالتالي بيعمل لهم كيليشن، ودي دي الستورز بتاعت الايون في حالات الاكيوت والكرونيك ايون بويزنج، لكن طبعا ما بيجيش ناحيه ايه الهيموجلوبين والسيتوكروم. هو بيستخدم بديب، بيستخدم بانترافينوس انفيوجن، برضه لو اديناه برابد انترافينوس انجكشن هيعمل سيفير هايبوتنشن، فبنستخدمه بانفيوجن بسلو انفيوجن كمان. الديفوكسامين مع الايون بيكون لي كيليت اسمه فيريوكزامين. الفيريوكزامين في بعض الناس بيدي فين روز كلر، اللي هو اللون وردي كده احمر اللون، في الناس دول انا بقعد ادي الديفوكسامين لغايه ما يختفي اللون ده، معنى كده ان ما عادش فيه هاي دوز من او هاي ليفل من الايون في البلد. في الناس اللي ما عندهمش ما بيدوش اللون ده، بنقيس فريكوينتلي الايرون بلاد ليفل لغايه ما يوصل للنورمال ليفل. الميجر التاني اللي هنتكلم عنه في علاج حالات التسمم اللي هو السيمتوماتيك اند سبورتيف ميجر. طبعا احنا عندنا قاعده في التوكسيكولوجي تريت ذا بيشنت نو ذا بويزن، يعني لما بيجي لنا البيشنت اول مقابله لنا البيشنت بنطمن عليه هو الاول وما نسالش هو واخد ايه. لازم طبعا نعمل observation vital signs وندي supportive care، وبعدين ممكن نوصل ان احنا ندي advanced cardiovascular life support. اول حاجة بتقابلنا الكوماتوز patient. اول حاجة بنعملها في الكوماتوز بنطمن اللي هو الاي بي سي دي، بنطمن على الايرواي بيتنسي والبريسنج والاكسجينيشن السيركوليشن البلاد بريشر والبلس، وبعدين الدي اللي هي الكونشس ليفل. النيوتريشن اللي بنديها للكوماتوز بالنيزو جاست تيوب، وبنعمل ديله كمان انترافينوس فلويدز. الايز لانها ممكن تكون بارشالي مفتوحه فممكن نحط فيها اوينتمنت عشان نمنع الالسريشن بتاع الكورنيا، بنطهر الماوس على طول وبننضفه بقطع من الشاش. عشان ما يحصلش بيت سوز في البريشر ارياس لازم بنقلب العيان على طول باستمرار. بندي H1 blockers عشان نمنع الالسريشن اوف ذا ستومك، بنمنع الكونستيبيشن، وبنمنع الريتنشن فيورين بالكاستريزيشن، وكمان بنحط البيشنت على مونيتور عشان الكارديوفاسكولار سيستم، وبندي له بود سبيكتروم انتيبيوتكس عشان انفكشن كنترول. حالات السيجرز اللي هي التشنجات اللي بتحصل مع كتير من الوزول مانيفستيشنز وميني دوكس، بنبتدي معاها بنزودايزيبينز. لو ما اديتش نتيجه قوي بنلجأ للباربيتورات لانها اقوى في الشغل، ودي بنسميها الفارماكولوجيكال انتيدوتس اللي خدناها قبل كده. في بعض الحالات زي الايزونيازيد بويزنينج، الايزونيازيد ده انتيبيوتيك بيستخدم في حالات التي بي، هو بيعمل ديفيشنسي للبيرودوكسين اللي هو الفيتامين بي 6، فالسبيسيفيك تريتمنت بتاعه ان انا بدي فيتامين بي 6 للعينين دول فالسيجرز بتتمنع. في حالات الهايبوتنشن بنبتدي بالانترافينوس فلويدز، لو ما جابتش نتيجه بندي فارماكولوجيكال انتيدوت اللي هو الفازوبريسور او النور ادرينالين. في حالات الهايبوثيرميا بنحوط العيان وورمنج بلانكتس، وكمان بنعمل وورمنج للانفايرمنت اللي حواليه الاوضه اللي هو عايش فيها. حالات الهايبرثيرميا طبعا من برد الانفايرمنت الاوضه اللي هو قاعد فيها، وفي نفس الوقت بنحط له كول بلانكتس كول باكس او ايس باكس عند منطقه الكاروتيد ارتري في النك وتحت الاكزيلا ومنطقه الفيمورال ارتري. طبعا بيبقى العلاج بيبقى فيزيكال اند نوت باي دراجز. في حالات التوكسيكولوجي في الهيباتيك انسفيشنسي بنعمل ليفر سبورت بالاسينشال امينو اسيدز والفيتامينز والمينرالز والاكسسيف كاربوهيدراتس، بنعمل السكشن البروتينز والفات انتيك، وممكن ندي هيباتيك انهانسر زي السيليمارين. وي ماست ريمبر ذات انتيدوتس ار سبستانسز ذات كان كاونتر اكت ذا بويزن او اتس هارمفول افكتس. انتيدوتس اكشن مي بي فيزيكال كيميكال او فيسيولوجيكال فارماكولوجيكال انتيدوت. The pharmacological antidote counteracts the action, so it is not specific. The antagonist or physiological
some types of of physiological antidotes اللي هي الانتاجونست is specific antidote, and we must remember that supportive therapy plus correct antidote lead to patient survival. Thank you.